قابلنا لمراسل وكالة قاسيون، التقينا الأخ أب جورج قائد ألوية شهداء دمشق التابعة لجبهة الشام الموحدة العاملين في جنوب دمشق ليطلعنا عن سبب وأهداف الضربات التي وجهوها في اليومين الماضيين ضد العاصمة دمشق. أخ أب جورج، ما هو سبب العملية التي أعلنتموها؟ سبب استهداف النظام لأهلنا في الغوطة الشرقية ومجازر التي يرتكبوها. 2 تجاوزات شبيحة نسرين في حي التضامن. ما هو حجم الضربات لهذه العملية؟ نحن نقوم بالقصف بالهاون والأسلحة المتوفرة لدينا وهذه بيدهم. ما هي المواقع التي تم استهدافها؟ نحن استهدفنا المراكز الأمنية ومقرات شبيحة نسرين، وهي فرع فلسطين، فرع الدوريات، محطة الكهرباء، مرآب العسكري، كتيبة سفيان الثوري. هل هناك استمرارية لهذا العمل؟ بالتأكيد هناك استمرارية لهذه العملية حتى تحقيق الأهداف المرجوة. أخ أب جورج، ما هو سبب توقيت هذه العملية؟ تزامنا مع العملية التي أطلقوها في درعا أخواننا في درعا، وتزامنا مع العملية التي أطلقوها في الغوطة الشرقية. نتوجه بالشكر للأخ أب جورج لتزويدنا بهذه المعلومات القيمة.